بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ومرحبا بكم تلاميذي وإخواني أخواتي في فيديو جديد. كما درنا ووفقنا الله بفضل من الله خلصنا كل دروس المقطع الأول بروجي آن في اللغة الفرنسية، الكتاب المدرسي، الدروس، كل حاجة بإذن الله درنا عليهم نقطة نقطة وموضوع موضوع من الصفحة رقم 3 ولا 4، اسمحوا لي، من لاباج هذه بروجي ان، صفحة رقم 11 و12 حتى للصفحة 32. الحمد لله بفضل من الله خلصنا. قلت لكم هذه عبارة عن التعابير، دوك نديروهم بإذن الله. خلصناها، اسمحوني مسحت شوي، خلصت هذه الصفحات هذو وحدة وحدة ونقطة نقطة، والحمد لله بفضل من الله. واللي بغات أي درس راهو موجود في الفيديوهات، راح باش اسمك لاستكمال الأمانة راح نكملوا كاي داكتيفيتي تاع النشاطات تاع بروجي 1. وصلنا لا ديرنيير فوا لاباج، دونك نقول لكم واش من باج وصلنا لها، وصلنا لاباج 18 جو بونس، ها 18، ومازلنا سيت ان فري فناك ما درناش لي زيكزارسيس عليه. كاي داكتيفيتي باذن الله راح نبداوها نكملوها. شوفوا البنات، نحاول ندير لكم فيديوهات قصار، مهم الاسماء 10 ولا 12 دقيقه باش يزربوا يتحملوا لي ويوصلوا لكم في اسرع وقت. كي ندير فيديو طويل فايت ال 20 مينوت راهو يقعد لي 24 اور في الفلاشارج باش يطلع في القناه. على هذاك راني راح نقصر شوي لي فيديو باش يوصلوكم في الوقت اللي ليه، وما تقعدوش تستناو باليومين بثلاثه ثم باذن الله كل نهار تلقاو فيديو اذا قدرنا ربي سبحانه. ما نطول عليكم، ما نخليكم تستناو. دركا هذا لابارتي اللي بقات لنا قداه مازالنا فيها، حتى لاباج 31، من لاباج 19 حتى لاباج 31، تمارين سهلين باش ندخلوا البروجي 2. سي تان ليو اكسيبسيونيل. شوفوا راح نحل حتى يوصل الفيديو لل 10 مينوت 11 مينوت ماكسيموم، كي يوصل ستوبي ونعاود نوتر فيديو هكا باش في لا شارج تاعو ولا في التحميل تاعو التيليشارجيه تاعو في القناه يجيكم فاسيلمون، كل يوم تلقاو فيديو باذن الله. ندعو الله واياكم يوفقني واياكم ونبداو على بركه الله. بسم الله. باج 19 من الكاي داكتيفيتي السنه الخامسه لغه فرنسيه، لباج 19 نبداو. سيت ان فري فنك، انه فنك حقيقي. سيكونس 2، جوبسيرف جو دي بوي جيكري، قالك الاحظ اقول ثم اكتب، ولاحظ اقول ثم اكتب. جيكوت بوي جابرون لا كونتين، قالك نسمع ومن بعد نحفظ هذه الانشوده ولا هذا الشعر الصغير ولا هذا المهم انشوده صغيره ولا قصه صغيره ولا شعر، سي با ان بوام، هذا شعر صغير ولا قصه صغيره، كونتين هكا، مش اون كونت، مش قصه كبيره، كونتين صغيره. لو فناك، كي شغل هذا لو بيتي فناك يهضر، لو فناك فا باسي، il va tout ramasser. Il court derrière le petit lézard. Il chasse le petit lièvre. Il ramasse tout dans le noir. Vite, vite, il court sur le sable. Alizé, attrapez-le. Non, personne ne peut l'attraper. Le fnac est petit mais rapide. نعاود وبالشرح. Le fnac va passer. قالك الفنك هذا راح يفوت. Il va tout ramasser. راح يلقط كلش، يلم واش في طريقه كامل. Il court derrière le petit lézard. راهو يجري خلف السحلية الصغيرة. السحلية هي الزرزوميات تاعنا، وخرين واش يسميوها، بوكشاش. Il court derrière le petit lézard. يعني يجري خلف الليزار الصغير، السحلية ولا الزرزومية الصغيرة. Il chasse le petit lièvre. يصيد الأرنب الصغير. خي قلنا لو lièvre هو الأرنب البري هذاك اللي يجي صغير قصير هكا بطبوط. Il ramasse tout dans le noir. هل الحوايج كل يلمهم في الليل، باسكو قلنا لو فناك سي ان انيمال نوكتورن، يعني من الحيوانات الليليه كيما البومه. فيت فيت سما اسرع اسرع ولا بسرعه بسرعه ولا مسرع مسرع، المهم فيت فيت. Il court sur le sable، يجري فوق الرمال. Alizé
اليزي اتخابي لو يلاه نحكموه نحكموه سما لفنا قال له نو لا لا بيرسون نو بو لاتخابي واحد لا يقدر يحكمو لفناك بتي مي رابيد قالك لفناك هو صغير مي سريع ولكن سريع واحد لا يقدر يحكمو جونتور لي لي نو دي زانيمو دو لا كونتين قالك ندير في اطار في دائره جونتور يعني احيط بدائره اسماء الحيوانات المذكوره في لا كونتين واش واش عطاونا عطاونا لا فوتو دو ليزار عطاونا لا فوتو دي زابر ليزار هي هاكم تشوفوا فيها الزرزموميه ولا بوكشاش تزغب فريستي من الحيوانات والله ما في لا فوتو تزغب فريستي منهم عندنا لو ليزار لو زابر الحمار الوحشي لو ليافر هاو الارنب البري لو ليافر لو شا اي لو غنار واش هما الحيوانات اللي مذكورين في لا كونتين نعاودو نرجعو لو فناك فا باسي ايل فا تو غاماسي ايل كور ديغيغ لو بتي ليزار هذه هي il chasse le petit lièvre هذا il ramasse tout dans le noir vite vite il court sur le sable alizé attrapez le non personne ne peut l'attraper le fnac est timé rapide ah سما واش هما واش هما عطاونا لو ليزار ذكرونا لو ليزار نديروه داخل الدواريره لو زابغ نو اي لو ليابغ هذو هما لي دو بتي زانيمو اللي هضرنا عليهم لي مذكورين في لا كونتين Je réécoute la cantine. Je réécoute la cantine, puis je colorerai la phrase de la cantine. ثم ألون الجملة المناسبة للمذكورة في la cantine. Pourquoi personne ne peut attraper le fnac? علاه لا أحد يستطيع الإمساك بالفناك. لأنه الفناك إبتي ميديليكا. الفناك صغير ولكن ظريف. الفناك إغابيد إفراجيل. الفناك سريع وفراجيل حساس. Le fnac est petit mais rapide. هاي la dernière phrase. Le fnac est petit mais rapide. سما هذه هي la phrase اللي راح نكولوريوها. هذا هو هذه هي la page 19 من séquence 2. C'est un vrai fnac. نروحو la page 20. دركا la page 20. شوفوا هنا واش عطاونا. Je découvre les mots. يعني اكتشف الكلمات. اكتشف الكلمات. Je complète. Je complète يعني اكمل. هنا واش عطاونا عطاونا اديكتيف كاردينال وقالوا لنا حوسوها حولوها الاديكتيف اوردينال يعني شوفوا واش قلنا كي نجيو نحولوا من اديكتيف كاردينال اوردينال نحكموا لو ميم نحكموا نفس نفس الرقم نزيدوا له ايام نزيدوا له ايام ونقراو باغ اكزامبل عطاونا دو تولي دوزيام نزيدوا لها ايام تولي دوزيام عندنا 3 واش تولي استنى نجيبوا ستيلو نكتبوا بالستيلو كما قلت لكم نكملوا راني كوبيت باش نكتب ومن بعد ونقرا لكم ديريكتومون قلت لكم التمرين الاول هذا جو ديكوفغ لي مو اكتشف الكلمات جو كومبليت يعني اكمل واش عطانا عطانا التمرين حول درس لاديكتيف اوردينال اللي هو استنى نعاود درس حول لاديكتيف اوردينال اللي هو نحولوا من لاديكتيف كاردينال لاديكتيف اوردينال عندنا دو نزيدو لها كوم ليكزامبل قال لك اكمل حسب المثال زادو لها الايام وتولي دوزيام عندنا 3 نزيدو لها ايام تولي ثوازيام 4 توجور هنا عندكم الملاحظه اللي نديروها تنحيو الاو هذا تنحيو الاو تكتبوا 4 وتزيدوا ايام 4 ايام وعندنا 5 قلنا 5 تكتبها كي نجيو نردوها اوردينال نزيدو لها الاو اتونسيون اتونسيون على لي دو هذا 4ème, 5ème. Nzidou l'IAM, tout li adjectif ordinal. Je complète selon le modèle. Yani, okmil hasb al mithal. Le premier jour, samedi. Enfin, hadou IAMat l'usbou. Le premier jour, samedi. Le deuxième jour, dimanche. Le troisième jour, lundi. Le quatrième jour, mardi. Le cinquième jour, mercredi. Andkoum, 5 et 4. Dirou attention que t'bou mleh. Cinquième jour mercredi, le sixième jour jeudi et le septième jour vendredi. Hado ayam l'usbou', le classement, la tertib ayam l'usbou'. Quel est ton jour préféré? Quel est ton jour préféré? Ma huwa yawmuka al-mufaddal et pourquoi? Wa limadha? Ana pour moi, mathalan, ana pour moi, goul mon jour préféré c'est vendredi. Yawm al-mufaddal huwa yawm al-jumu'a. Parce qu'il est un jour de repos.
بهذا القدر ننهي الفيديو تاعها اليوم، لأنه وصلنا لعشرة. نتلقاو في فيديو قادم مع بقية التمارين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.